ثبت في الصندوق الأسود الأمير تركي الفيصل في لقاء سابق، وذكر حول هذا الموضوع أن جرى اتفاق بين شاه إيران وبين بريطانيا على إن صح التعبير تقاسم النفوذ في المنطقة مقابل الاعتراف بالبحرين نحتل الجزء. أنا أتوقع أنه هذا هو اللي صار، لأنه أنا أتذكر أنه السادات خطب أنه إحنا أي شوية حجرين في البحر مش عايزين نعمل مشكلة عليهم على الجزر. فهذا الموضوع أعتقد يعني يحتاج إلى يمكن توضيح أكثر كيف تم هذا الموضوع، لأنه هذا اتفاق ما أعتقد أنه تم. شاه إيران ما أعتقد أنه بيقدم على خطوة من هالنوع دون اتفاق مع بريطانيا مع كذا. إيه؟ شاه إيران طبعا كان له طموحات في المنطقة عندنا في الخليج وخاصة في البحرين، وعلى وقت الشاه وقبل ذلك كان هناك ما يسمى بتمثيل للبحرين في البرلمان الإيراني، لكن المحادثات اللي تمت بين الملك فيصل الله يرحمه وشاه إيران أزالت أي شوائب لهذا التوجه الإيراني، واعترفت إيران بأحقية تقرير المصير في البحرين، وجرى استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، واللي بناء عليه استقلت البحرين وقبلت إيران الشاه باستقلال البحرين. ولكن في نفس الوقت الشاه وصل لاتفاق مع الإنجليز لما أعلنوا انسحابهم من المنطقة أنه يحتل جزر في الخليج اللي هي تابعة لإحدى الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، طب الكبرى وطب الصغرى وأبو موسى. أي نعم، هذا كان بضوء أخضر إنجليزي طبعا بدون شك. وأعتقد لو تراجع بعض اللي صدر من المسؤولين البريطانيين في ملفاتهم لتجد أنهم يعني يقروا بأنه هذا كان هم اللي يعني اتفقوا مع الشيء.